على إثر شكوى تقدم بها الضحية إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بشيدي بختي مجموعة تيرت، مفادها ضياع قطيع من الغنم من زربيته الكائنة بدوار بوحريشن بلدية شيدي بختي. بعد تنشيط عنصر الاستعلامات تم توقيف المشتبه فيه الأول المسبوق قضائيا في عدة قضايا مماثلة ومحل بحث من طرف الجهات القضائية. بعد التعمق في التحقيق تم توقيف باقي عناصر الشبكة الإجرامية المختصة في سرقة المواشي، أين تم توقيف 6 أشخاص آخرين واسترجاع قطيع الغنم كاملا المقدر ب 48 رأس ومبلغ مالي فوق 12 مليون سنتيم كعائدة إجرامية مع حجز وسيلتي النقل المستعملتين في الجريمة. سيتم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق. نذكر المواطنين بالرقم الأخضر 1055 للدرك الوطني الموضوع تحت تصرفهم والموقع الإلكتروني لتلقي الشكاوي المسبقة PPGN MDN. سرقونا سرقونا المال تاعنا وفضل أفراد الدرك الوطني الله يعز ربي يحفظهم ومجهودات تاع الجماعة اللي عاونتنا مساكين كانوا يباتوا برا معنا 6 ليالي 6 نهارات ونحمد ربي رجع لنا رزقنا وبفضل فضل فضل رجال الدرك الوطني في ظرف وجيز رجعوا لنا الرزق تاعنا والله يحفظهم.